تنظيف البشرة ومنع حب الشباب هو أول خطوات الحصول على بشرة نضرة صافية منورة. أول خطوات الثقة بالنفس، ان انت عندك ثقة في نفسك، ما بتحطيش ميك اب بعد كده. النهاردة جايبالك غسول هتشكريني عليه جدا جدا جدا. عايزاك دلوقتي تروحوا تجيبوه وتجربوه وتيجوا تكتبوا رأيكم، لان رأيكم حقيقي حقيقي ان شاء الله هتفرحوا عليه جدا جدا جدا. الغسول ده من الحاجات اللي مليانة فيتامينات زي فيتامين ألف وفيتامين هاء، بيرطب البشرة وبيحميها من الجلد وبيخلصنا من حب الشباب. انا كنت قبل كده متكلمكم عن النوع اللي هو بالليمون، وكتير منكم استخدموه وبعتولي رسائل حلوة كتير على الواتس، فالحمد لله ان هو عجبكم، فده ان شاء الله هيعجبكم اكتر. ده مناسب لكل انواع البشرات، وهو ده اللي بيفرقه عن النوع التاني اللي كان بالليمون. ده بالخيار بينظف البشرة، بيخلصنا من المسام وبيمنع من حب الشباب وبيرطب الجلد وبيغذيه بسبب ان هو موجود فيه عناصر مهمة جدا وفيتامينات. تعالوا اعرفكم على افضل غسول ممكن تستخدميه على حق في حياتك، ولكن بداية اشتراك في القناة، سبسكرايب، عايزينكم تحطوا لايكات، تفجروا اللايكات وتشيروا الفيديو على قد ما تستطيعوا، وتكتبوا لي كومنتات كتيرة كتيرة كتيرة. خلينا بقى ايه، خليكم كده فرحوني كده وشجعوني دايما. وطبعا لو في اي سؤال او اي استفسار خاص بقى بريفيو بتاع النهاردة او ريفيوهات سابقة، او محتاجاني حتى اكلمك عن منتج انا ما كلمتكيش عنه قبل كده، اكتبهولي حالا في التعليقات، وانا من عينيا الاتنين حاضر قدر المستطاع، مش هحاول اتاخر عليكي وهلبي طلباتكم ان شاء الله قدر المستطاع. بيتم استخدامه خصيصا عشان يفتح البشره، يفتح البقع الداكنه. تقدري كمان تستخدميه كمزيل للمكياج بدل من مستحضرات ازاله المكياج. يعني هو هيوفر عليكي 3 في 1. اول حاجه هيوفر عليك ان انت تشتري مرطب، تاني حاجة منظف، تالت حاجة كمان ان هو مزيل مكياج، بيزيل حب الشباب وبيمنع ان المسام تنسد، وبيمنع كمان ان هو الدهون الزيادة اللي تبقى موجودة في البشرة. فده اكتر حاجة يمكن بتميزه، لان الدهون الزيادة لما بتبقى منتشرة في الوجه ده بيسبب ظهور حب الشباب وظهور كمان الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والحبوب اللي بتبقى تحت الجلد والحاجات اللي بيبقى صعب جدا نداريها حتى بالميك اب. يعني في الميك اب وما تحطي باودر وتحطي فاونديشن الموضوع بيبقى واضح اكتر كمان من الاول. فالمنتج كويس، والعلبة بتاعته لونها شفاف عشان تبقوا عارفينها، فيها سائل شفاف كده لونه بيميل للون الاخضر. اهم حاجة عندنا طبعا هي ان انت تستعملي بطريقة صحيحة. ليه؟ لانك لو استعملتيها بطريقة غلط هتشوفي كوارث. انا حقيقي بقول لكم يعني كل حاجة، ما بخبيش عليكم، بس ما تتخضيش. لو استعملتيه بالطريقة اللي انا هقول لك عليها هتلاقي منه نتائج هايلة هايلة هايلة، هتشكريني عليها. هتعملي ايه؟ هتجيبي قطع من القطن العادي خالص، او الكرات القطن اللي بتتباع كده في ادوات المحلات اللي هي بتاعت ادوات التجميل والعناية بالبشرة، وبتحطي عليها نقطة صغيرة جدا من الاسكينول اللي هو اسكينول الخيار اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، لحد لما تكون قطع القطن دي رطبة. وبعدين تبدأي بتمريرها على الجلد بلطف من غير ما تدعكي او تفركي. تقدر تستخدمي المنتج ده على الايدين والذراعين والساقين عشان تنظفي الجلد وتطهريه وتخلصي كمان من خلايا الجلد الميتة. ما تنسيش استخدامه ان انت تنضفي كمان منطقة خلف الرقبة ايضا عشان تبقى كلها لون موحد. نتائجه بتبان يمكن من اول استخدام، هتلاحظي ان الشوائب الموجودة كلها على القطن هتلاحظيها كده، اي اتربة او اي اوساخ هتلاقيها موجودة على القطن، ولكن النتيجة الحقيقية في التفتيح وعلاج حب الشباب هيظهر بعد اسبوعين من الاستخدام بشكل منتظم، وانك عن طريق انك تستخدميه مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. في حالة وجود حبوب اللي هي بتبقى الحبوب بتاعت الشباب وظهورها بكثرة، تقدري تستخدميه مرتين في اليوم، ولما الموضوع يبدأ يهدى كده والحبوب تختفي شوية هتستخدميه مرة واحدة بس في اليوم. تقدري تستخدميه كمان على ايه؟ على منطقة الكوعين والركبتين عشان تتخلصي من الجلد الميت وتنضفي البشرة، وبعدها تبدأي بترتيبها عن طريق بقى انك يعني تستخدمي كريمات مرطبة مخصصة للأماكن دي.
اما بقى لو انتي بتستخدميه كنوع من انواع الترطيب، وفي نفس الوقت انك تخلي بشرتك فيها صفاء وفيها خالية تماما من العيوب، بتستخدميه على الوجه والرقبة مرة واحدة بس في اليوم. يعني احنا في الحالات اللي بتكون الشديدة جدا في ظهور الحبوب مرتين، انما في الحالات الطبيعية مرة واحدة بس. طبعا هو للاستعمال الخارجي، في بعض السيدات والبنات بيستخدموه للمناطق الحساسة، لو هتستخدمي المناطق الحساسة مرة واحدة بس كده كل 10 15 يوم مش اكتر من كده، بس طبعا لازم تعملي تيست قبل استخدامه سواء على الوجه او حتى على المناطق الحساسة وعلى جسمك، عن طريق انك بتعملي اختبار حساسية كده صغير على ايديكي وتراقبي المنطقة دي، لو ظهر فيها اي علامة من علامات الحساسية زي ظهور احمرار، حكة، تورم، احساس ان انت عايزة تهرشي في المكان، على طول تتوقفي عن استعماله. في بنات كتير بيسيء استخدام المنتج عن طريق ان هم بيجربوه مباشرة على الوجه، فبيحصل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي على الوجه، وبيحصل التهابات جامدة، وبعد كده بيشتكوا ان المنتج ما جابش معاهم نتيجة، بالعكس ده منتج وحش. تاني حاجة ان هما بيحطوا كمية كبيرة، لما في بنات بقى العكس، ان هما لما يلاقوا المنتج جاب معاهم نتائج هايلة ونتائج مرضية فبيحطوا منها كميات كتيرة، فبيحصل برضو نفس المشكلة. فيا جماعة الاعتدال حلو، نقطة صغيرة تكفي لإزالة أي حاجة موجودة على البشرة من أتربة من أوساخ. تقدري كمان تستخدميه كمزيل للميك اب، حلو جدا جدا جدا. نتجنب تماما طبعا استعماله حوالين منطقة العين، دي حاجة ممنوعة، حوالين الفم، لان دي تبقى منطقة يعني حساسة شوية، ممنوع منعا باتا ان احنا نستعمله على اماكن الجلد بيكون فيها مصاب بجروح او حروق او غير ملتئمة. قرار استعماله ده بشكل منتظم، ده هيعمل على تفتيح لون البشرة وتبيضها. كمان تقدري تستخدمي المنتج لإزالة التان من البشرة، ممكن تستخدميه كبديل لمستحضرات إزالة المكياج، هو مناسب جدا جدا لأصحاب البشرة الجافة، لأن النوع الوحيد من جميع أنواع الإسكينول اللي بيناسب البشرة الجافة وبيرطبها بشكل مكثف، على عكس المنتجات التانية اللي أنا كلمتكم عنها قبل كده كانت مناسبة للبشرة الدهنية أكتر. تقدري كمان تستخدميه بشكل يومي على الوجه والايدين والرقبه والارجل. اقدر اقولك ان هو من المنتجات الحيله والحلوه جدا اللي بتغنيكي عن منتجات كتير. اول حاجه بيرطب، تاني حاجه ان هو بيفتح وبيبيض مع الوقت وبيزيل الحبوب ومزيل المكياج. بس برضو مهم جدا برضو في النهايه ان احنا نهتم بالترطيب عن طريق استخدام بيبقى ترطيبها مركز للوجه، عشان نساعده دايما ان ما تظهرش فيه علامات الشيخوخه والكبر والتقدم في العمر. في نهايه الريفيو اتمنى يكون نال على اعجابكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير. تعليقاتكم واستفساراتكم كلها هرد عليها قدر المستطاع، واللايكات بقى والشير ما تنسونيش في المواضيع دي، واشوفكم في حلقة جديدة.